إيه أنا مقصرة في المغرب، مقصرة مع الجمهور المغربي، وهذا كان أعترف به وكان أعتذر وكان يعني كنتمنى وكان نوعد الجمهور بأنه إن شاء الله الفترة اللي جاية هذه غادي تكون فيها عطاءات كثيرة كثيرة للجمهور المغربي. كان عز صديقاتي، كنت فترة من الفترات كنت كنعيش أنا في لندن، وكنت ملي تنجي المغرب، لأن هذاك الوقت دائما كنت بين لندن والمغرب، فملي كنت كنجي المغرب دائما كانت عز صديقة ليا، كانت الله يعطيها طولة العمر حبيبتي نعيمة سامح، يعني كانت دائما تشرفني وكانت كتواجد معايا معظم الوقت يعني، وكان الفنان العبقري الفنان الكبير عبد الهادي بالخياطة هو كان صديق. كانت رجاء بالمليح الله يرحمها حبيبتي تاهي، كنت من أعز أصدقائي صديقاتي يعني بالنسبة هذول المغرب يعني، وكنت دوست معهم وقت زوين، وكنت كنشبه ليها، كان واحد الشبه في الشكل وفي الصوت، وسورتو يعني زمان أنا كنت مغير هكا يعني، كنت دايما شعري كارل وهذا، كنت الناس كتشوفني بحال دايما كندير المكياج بحال نعيمة، كنت كنقلدها في بزاف ديال الحوايج، الغوجة اللي بغا داك الحمار ديالها، فكان الناس كيحسبوا بانه احنا اهله وهذا، لا احنا اصدقاء يعني. حياه طبيعيه بحال اي ام، بحال اي اخت، بحال اي انسانه كتعيش في بيتها طبيعي، في دارها مع أسرتها مع أصدقائها، مع عزيز عليا ندخل مطبخ كان طيب مكلة مغربية، كان تنعجن الخبز عندي في مصر وجيبها فوق وكل شيء يعني، أنا عايشة حياة طبيعية والله. هذه كتكون عرض وطلب يعني، المهرجانات كتكون عرض وطلب، ما تقدريش انت تخوضيها، لازم هما المسؤولين، هما اللي دايما ما عرفش ما كان ما. ان شاء الله باذن الله باذن الله مع الالبوم. اكيد اكيد انا لي امي هنا واخوتي وعائلتي، ولازم ضروري تنجي نشوفهم بعيدا عن الاضواء يعني. انا ملي تنتواجد مع العائله دائما كنحرص بانه بعيدا عن الاضواء كنكون انا لعائلتي يعني مش اكثر. ضربات، وكلهم الحمد لله تيعودوا عليا بانه اي ضربه كناخذها كتقويني الحمد لله. وهادشي كله علاش كتقويني؟ لانه معايا ربي سبحانه وتعالى اللي هو داير لي توكيل خاص، وعايش على هذاك التوكيل، كنقول بسم الله دائما. انا تنقول والله لا هذا عن جد يعني، انه حاربوا كما بغيتوا وزيدوا في الحرب وديروا البوسيبيليتي، انا قدامي هدف غيبقى دائما قدامي، وكنموت وكنستموت عليه، عرفتي اللي هو يتقاتل معه باش يبقى دائما موجود بشكل يليق وشكل يعني دائما ليه عارف هذيك بغيناه دائما قدام عيني، اللي هو فن إنما اللي بغى يحارب واللي بغى راكي يصدعوا راسهم صراحة يعني. جداد كاينة جنات تبارك الله يعني، جنات ولا لها صيت في مصر ودول العالم العربي، كتعجبني بزاف يعني، مثلا أسماء أنا يعجبني صوتها بزاف،
أسماء منور. كيعجبني سعد المجرد. أو ماي جاد، تعجبني سعد. دمعتي نشفات إنما البكاء ووو كان أوف 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 أوف، لدرجة إنه فعلا والله تنشفوا. شوفي، أنا حاجتين، جوج حوايج ندمت عليهم في حياتي. ندمت إنه في لحظة ضعف هبطت جوج ألبومات ورا بعض، كان نحكي فيهم حدوتة حكاية، وكنت تايهة وفي عالم ماشي عالم ليلى غفران اللي هو الانتقاء. غنيت ودرت جوج ألبومات وهدرت فيهم وقت، اللي هما جوج ألبومات مؤخرا اللي هو شكرا يا جرح والجرح من نصيبي. بالرغم من نجاحهم إلا أنا ما عنديش، يعني أنا ماشي راضية عليهم أبدا. هذا هو الندم ديالي، لأنه كانت لحظة ضعف، أنا كنت في فترة ضعف حياتي خلتني ننزل هاد الجوج ألبومات. ممكن بردت بيهم شوية يعني، ولكن ماشي أنا، ماشي انتقائي للأغنية، ماشي أنا اللي ليلى اللي هي كانت دايما باش تنزل للناس خاصها تنزل عن جدارة. كان واحد شي مساج دايما كنوصلو. هذا بالنسبة للندم. كل شيء مضمون. توقيت كان مفروض الفترة هذه كنت مفروض ما ندير فيها والو، ما كانش مفروض بالضبط. لان انا يعني انا كنت عموما، انا كنت في الفترة هذه كنت في حالة ضياع. يعني اي حد بلاصتي غادي يحس الاحساس ديالي. شوفي، ما كنتش انسان في الدنيا ممكن يحس بهذا الاحساس اللي عندي الا اللي ام وقع لها شبه الموضوع ديالي انا. فحسيت ان ام اللي فقت، قلت او نو، انا استغليت بنتي. علاش استغل الموقف؟ ما كانش مفروض ندير والو، ما كانش مفروض، كان مفروض نكون مع نفسي. خلاص، فن ما كاينش فن. انا في فتره هدوء مع النفس. فن لا، ما نغنيش. ولكن يمكن بعض الناس اللي هما اللي شجعوني على هذا، يمكن هما ما كان عذرهم، لانهم بغوا يخرجوني من الموقف. ولكن الحمد لله كان افتخر بها فني من اول مسيرتي الفنيه، بالرغم من الضغوط، الا اني بقيت صامده ووقفه وكم من اول مسيرتي الفنيه، من اول البوم مش ندمانه، من بعد اسالوا الظروف، من بعد انا اسفه، من بعد لو حتى يرفضني العالم، هذو كلهم البومات انا كنت كنعتبرهم سلالم، بحال دروج، درجات، درجه بدرجه. كل البوم كان طلعني درجه، كل البوم انا ما كنتسنى جوج دروج في البوم، انا كنت كنتسنى دائما كل عام نطلع درجة، إلى أن وصلت ليلى غفران اللي شرفتني وشرفت بلادها. ويا رب، وما زال إن شاء الله يا رب. كنقول لجمهوري أنا تنبغيكم بزاف وتوحشتكم بزاف. هاد الكلمة يمكن قلتها بزاف هاد اليومين، والمفروض تتوج بأعمال تكونوا راضين عليها، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.